مقطوع أو ما عم لاقي أو غالي كتير، هي العبارات الأكثر رواجاً للأسف بين اللبنانيات واللبنانيين في حديثهم عن الدواء على وقع الأزمات المالية والاقتصادية، فالمعاناة تتكرر يومياً وتزداد حول الأمراض المستعصية والسرطان وحتى المزمنة أحياناً. وليس إقرار البند 12 في مجلس النواب اليوم لدعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً سوى خطوة إيجابية على طريق إيجاد الحلول المستدامة للقطاع الصحي والدوائي في لبنان الذي لم يسلم من السياسات الخاطئة على مدى 30 سنة. وتشجيعاً لصناعة الأدوية اللبنانية وهي صناعة نوعية بأسعار مناسبة، كانت دردشة صريحة مع وزير الصحة فراس أبيض والمعنيين من أصحاب المصانع اللبنانية، فكانت تشديد أولاً على جودة الدواء اللبناني والمعايير النوعية والقدرة ثانياً على تغطية السوق بنسب كبيرة. الدواء المحلي اللي هو دواء جيد واللي هو دواء أقل كلفة من الدواء المستورد موجود، ولكن ما كان موجود بالكميات الكافية. ليش؟ لأنه كنا عم نستهلك كل أموالنا على الاستيراد. نحن هلأ قررنا أنه نوجه الدعم أكثر للدواء المحلي، هيدا أول شيء بيخلي أنه هيدا الدواء يصير موجود دايما. ثانيا أنه ما نكون تحت رحمة بعض الشركات اللي برا اللي بتقلنا إذا ما دفعتولنا نحن مش حنبعت الدواء على لبنان. وثالثا لأنه عم نوفر مصاري بدعم الدواء المحلي، عم بيكون عنا أموال أكثر لا نشتري فيها أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية. برأيي أنه اللبناني حيشوف، لأنه حيشوف أنه هو الناس اللي حواليه يمكن جيرانه من عائلته عم ياخدوا هالدواء اللبناني هاي، وحيشوف أنه هو عم يعطي معه النتيجة كتير منيحة. وأنا بشجع أنه لما نشوف هيدا الموضوع أنه ساعتها نحن نوثق بحالنا، نوثق بصناعتنا ونتوجه وناخذ هيدا الدواء اللبناني، لأنه مثل ما بتقول حملة الصناعة الدوائية الدواء اللبناني دواء. المصانع اللبنانية الموجودة عم بتغطي هلأ بالأدوية اللي هي عم بتصنعها تقريبا 60% من حاجة السوق. عندك المصانع تبع الأمصار، ثلاث مصانع أمصار عم بيغطوا 100%. نحن إذا توفرنا الدعم اللازم من مصرف لبنان، ومشكور وزير الصحة عم بيشتغل على هذا الموضوع، أكيد نحن قادرين نطلع أكتر. بعد عنا الطاقة الإنتاجية، مصانعنا مثل الكل، مثل دايماً عم نحكي فيها والكل، وطلع معالي الوزير الصحة ووزير الصناعة وطلعوا وشافوا الجودة النوعية، وعنا القدرة أنه ننتج أكتر. فأنا بدي طمن كل اللبنانية أنه يكون عندهم ثقة بالدواء اللبناني لأنه هو الدواء. لكن السؤال الأبرز والخوف الأكبر، ماذا عن الدعم؟ يأتي الجواب سريعاً من أبيض أن الدواء المصنع منه محلياً سيتوقف عنه الدعم، أما إذا كان الدواء غير موجود في الصناعة المحلية فمن واجبنا دعم الدواء المستورد. ويقول أبيض، كل دولار منعطيه للمصانع المحلية منكون عم نوفر دولارين، وهذا له ارتدادات إيجابية أيضاً على أدوية السرطان. وهنا لابد من الإشارة إلى أن 5 مليون دولار أصبح المبلغ المرصود لدعم المصانع اللبنانية لشراء المواد الخام من أصل 35 مليون دولار، منها 25 مليون مرصودة لدعم شراء الدواء. هيدا حيخلي أنه في أموال أكثر حتروح لنشتري فيها أدوية السرطان، وهذا اللي مفروض يعني المواطن أو المريض يبلش يلمسه بهالفترة الجاية إن شاء الله. ما في رفع دعم عن الأدوية اللي ما رح يكون في صناعة محلية لألها؟ لا، نحن أي دواء ما له بديل محلي ما حنغير أي سياسة تجاهه، وحيضلوا مدعوم بنفس النسبة اللي نحن ماشيين فيها. نحن بس عم نتوجه للأدوية اللي إلها صناعة محلية، لأنه نحن عم ندعم المنافسين. يعني نحن لما ندعمهم حقيقة عم ندعم المصانع اللي برا على حساب مصانعنا في لبنان، وهيدا لازم نوقفه. ولدى سؤالنا عن قدرة الوزارة على مراقبة من يخزن الأدوية ويخفيها إلى حين رفع أسعارها ليعود ويطرحها في السوق، وهذا ما عانى منه المواطنون، يؤكد أبيض أن الحل هو عبر نظام التعقب للدواء الذي يعمل عليه وسيبصر النور بعد فترة. ويشدد أبيض أيضاً على أن ترشيد استعمال الدواء وضبط التهريب خطوات مهمة، لكن يبقى الأهم أن هدف وزارة الصحة دعم المريض وتخفيف الكلفة عليه قدر الإمكان، أما إصلاح السياسة الصحية فيتطلب تعاون الجميع ومنهم الجمعيات الطبية التي عليها مسؤولية من أجل دعم صناعة الدواء اللبناني.